السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف ازاي نحط كونتينر يحتوي الشكل بتاعنا او جزء منه. انا ممكن اعمل سيلكت كده واجي هنا في انسيرت واقول له كونتينر وابدا اختار الكونتينر اللي انا عايزه بالشكل دوت، او ممكن اروح اختار جزء معين بالشكل دوت. خلينا نختار مثلا دول واجي هنا في انسيرت واقول له كونتينر وابدا اختار الكونتينر المناسب ليهم. واول ما بحرك الكونتينر هم كلهم بيتحركوا والاسهم بتبدا تتظبط بحيث انها تبقى متوافقة مع الوضع الجديد للكونتينر. طيب برضو مع الكونتينر في حاجة اسمها كول اوت، اختار بقى شكل الكول اوت اللي انا عايزه. تمام، طيب اقول له مثلا كول اوت وابدا احط كول اوت خاص بالشكل اللي انا عايزه وادوس هنا مرتين واكتب الجملة اللي انا عايزها. تمام، طيب اي وقت تيجي على الكول اوت ده تقدر تحركه وهو اوتوماتيك هيظبط نفسه على الشكل اللي انت شاورت عليه.